ويمكن اظن برضو من ضمن الحاجات الحلوه ان المعرض اسمه اهلا رمضان، يعني كلنا عارفين معرض اهلا رمضان، خلاص بقى جزء من حياتنا وده شيء جيد. بالمناسبه معارض اهلا رمضان ان شاء الله تبدا منتصف الشهر الجاري، يعني من بكره واللي بعده بالكتير. كل سنه وانتم طيبين واللهم بلغنا رمضان. بالمناسبه هذه صور حديثه او فيديوهات حديثه ل كافة السلع والمنتجات متوفرة في المعارض إن شاء الله، متوفرة في كل مكان. ده احنا لسه مصورين ده النهاردة، الحاجة هي ما شاء الله ما شاء الله مالية الرفوف، فإن شاء الله ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة. احنا بنتكلم على الأقل على الأقل 3 معارض أهلا رمضان في كل محافظة من محافظات الجمهورية. طبعا ده بالإضافة بقى، قولي 3 معارض مش كفاية يوسف، احنا يعني كتير ما شاء الله، اللهم زيد اللهم بارك. طيب عندنا شوادر، عندنا المنافذ المتنقلة اللي هي السيارات المتنقلة. معانا على التليفون السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، اهلا بيك. اهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ اللهم عليك بخير. كله تمام الحمد لله رضا. ربنا يخليك يا استاذ سيد. احكي لنا بقى على استعداداتكم في الدقهلية على معارض او يعني عشان خاطر رمضان ومعارض اهلا رمضان. احنا طبعا في الدقهلية عندنا باذن الله هيبقى 21 معرض على مستوى المحافظة، في 3 رئيسيين في مدينة المنصورة و 18 معرض على مستوى مراكز المحافظة. المعارض دي هتشمل كافة السلع الغذائية وإن شاء الله التخفيضات هتوصل ل 30% على كافة المعروضات. اضرب لي مثل. عندنا السكر عندنا هيبقى إن شاء الله معروض ب 27 جنيه، عندنا الرز إن شاء الله يبدأ ب من 25 جنيه، عندنا المكرونة برضو من 8 جنيه، يعني الزيت حد الشراء المسموح بيه، حد الشراء المسموح بيه. حد الشراء لا، ان شاء الله الكميات موجوده بكميات، انا واثق ان الكميات موجوده، لكن على سبيل المثال للحصر احنا دلوقتي لما بنيجي نخش اي محل من المحلات الكبيره او السلاسل، والحقيقه هم كويسين في ده، انه حد بيجي يشتري سكر بيبيعوه ب 27 فبيقول لك والله ليك كيلو او 2 كيلو. احنا حد اقصى بالنسبه للمواد المخفضه ان شاء الله هيبقى عجوتين للفرد، لان يوميا بنضخ كميات، فعلشان برضو بندي فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين ياخدوا في نفس اليوم. طيب لحوم ودواجن؟ عندنا الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة. بالنسبة للحوم عندنا اللحوم السوداني بتبدأ 290 جنيه، عندنا طبعا الخضار والفاكهة، وعندنا السلع الغذائية برضو عندنا أكثر من منفذ، في حدود 88 منفذ على مستوى الدقهلية برضه بيقدموا هذه الخدمات. هايل جدا. اللحوم اللي هتبقى موجودة قلت لي لحوم سوداني ولا في أكتر من نوع؟ لا، عندي السوداني وعندي البلدي وعندي المجمد، كافة الأنواع موجودة عندنا. احنا بتمتاز الدقهلية بمنافذ اللحوم، باللحوم السوداني ديت مخفضة، وبنبدأ إن شاء الله في مبادرة ان شاء الله نتوقع فيها تخفيضات تصل برضه ل 30% من اللحوم ان شاء الله، هتتوافق من يوم 20 ان شاء الله في الشهر ده باذن الله. البلدي هيبقى سعره كام؟ والله بيبدأ عندنا من 300 جنيه طبعا حسب المكان. حضرتك قلت لي السوداني هيبقى ب 290، البلدي هيبقى ب 300؟ بيتعرض عندنا بعض المنافذ ب 300 جنيه. البلدي هيبدا من 300 ولا ب 300؟ يبدا من 300، ما هو وحتى وانواع. ماشي، وحتى كام من 300 لكام؟ حتى ال 350 في 380، يعني حتى 50 ولا 80 نوعيه اللحوم. ماشي ماشي. طيب والدواجن؟ الدواجن برضو بتبدا عندنا الكيلو بيبدا من 100 جنيه، وبرضو حسب النوعية وحسب الأماكن الموجودة فيه. ماشي يا استاذ سيد، انا اشكرك جدا جدا جدا، كل سنه وحضرتك طيب. كل الشكر استاذ سيد محمد دايره وكيل وزاره التموين بالدقهليه.